في ملف تربية أكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي أن مواضيع امتحانات البكالوريا وتعليم المتوسط ستكون من الدروس الحضورية، مضيفا أن العتبة أصبحت من الماضي. بختاوي في حديثه اليوم الاثنين للإذاعة الوطنية طمأن التلاميذ والأولياء بأن مواضيع امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط تم إعدادها من الدروس الحضورية مع الأساتذة، وذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع، مشيرا إلى أن الحديث عن العتبة صار من الماضي. المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية كشف بأن مواضيع الامتحانات صارت جاهزة وأن اللجان المكلفة بالإعداد اشتغلت منذ شهر جانفي الماضي، مضيفا بأن اللجان المكلفة بالطباعة موجودة حاليا في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي، وذلك في انتظار ساعة الصفر. من جهة أخرى، استبعد بختاوي إمكانية حدوث أي تسريب لمواضيع الامتحانات قبل الموعد المحدد لها، مؤكدا أن كل الإجراءات اتخذت في هذا الشأن من قبل وزارة التربية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، داعيا التلاميذ والأولياء إلى عدم الاهتمام بالمناشير التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها غير صحيحة.